إذن مشاهدينا، لمزيد من المتابعة والتحليل لهذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المهندس طاهر أبو زيد، رئيس المكتب الإعلامي لشباب تحيا مصر. نرحب بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية، اليوم تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، وشرم الشيخ تتزين لاستقبال الزوار من مختلف الجنسيات. كيف تنظرون كشباب إلى أهمية انعقاد هذا المنتدى على أراضي المصرية؟ والله في البداية انطلاق منتدى شباب العالم أنا بعتبره من وجهة نظري أنه تتويج لسلسلة المؤتمرات الشبابية السابقة. يمكن أول مؤتمر العام الماضي للشباب، ناس كتير قالت أنه هيبقى مؤتمر وهيعدي ومش هيبقى فيه استمرارية للمؤتمر، حتى الرئيس بنفسه مش هيحضر فعاليات المؤتمرات اللي بعد كده، إلا أننا لقينا السيد الرئيس مشكورا بيحضر مؤتمر، بيطلق مؤتمر والتاني والتالت. شفنا في شرم الشيخ، شفنا في اسكندرية، شفنا في أسوان، شفنا في الإسماعيلية، في نهضة حقيقية أو اهتمام حقيقي بالشباب بيتم على أرض الواقع، وده شيء يدعو للتفاؤل. نعم. طب يعني قراءتكم لاهتمام السيد الرئيس لدور الشباب في المستقبل وتوليهم المناصب القيادية وعملية تنمية الشباب ودور الشباب في هذا الموضوع؟ يمكن احنا بنشوف اهتمام السيد الرئيس بالشباب أو التوجه الحقيقي للدولة اللي أصبح ملحوظ جدا بالشباب. بنشوف بعد إطلاق المؤتمرات الشبابية الأربعة اللي فاتوا، منتدى شباب العالم اللي هينطلق النهاردة، وشفنا على هامش ده كمان إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وشفنا الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للسيد الرئيس أطلقها. ده اهتمام حقيقي بالشباب يدعو للتفاؤل وبيقول إنه الشباب فعلا قادر، وشفنا تمكين حقيقي للشباب. يعني احنا شفنا شباب البرنامج الرئاسي اللي قايمين بدور هايل جدا في الوزارات، تم تمكينهم بالفعل مساعدين في خطوات قوية في هذا المجال، في خطوات جادة بالفعل. يمكن شعار المنتدى نفسه وي نيد تو توك ما كانش، يعني هو في لمحة ذكاء انه وي نيد تو توك فعلا، بس في حضور من يسمع ومن يهتم بشؤون الشباب. واحنا شفنا ده ملحوظ جدا من السيد الرئيس، وشفنا تمكين حقيقي. يعني احنا شفنا شباب بتشتغل دلوقتي معاونين للمحافظين، وشباب معاونين للوزراء. صحيح. وزارات كتير جدا بتضم شباب بيقوموا بمجهود هائل بصراحة. طيب فكرة الإطار الدولي لهذا المؤتمر، أنت تحدثت عن أربع مؤتمرات شبابية ربما كان يغلب عليها الطابع المحلي، هذا المنتدى هو منتدى شباب عالمي لمختلف الجنسيات الشبابية في العالم، فكرة هذا الإطار الدولي كيف تنظرون إليها كشباب؟ يمكن احنا بنتكلم في أكتر من 45 جلسة حوار في 3 أيام، وموجود أكتر من 3000 مشترك و114 دولة مشاركة. فرصة عظيمة جدا أنه يبقى في تبادل ثقافي وحضاري ما بين الشعوب، وده حدث فريد من نوعه ما بيحصلش كتير في دول العالم. يمكن مؤخرا اللي كان حاجة تشبه منتدى الشباب العالمي كان مهرجان الشباب والطلبة المقام في مدينة سوتشي في روسيا الاتحادية، وكان لينا حضور مصري مشرف جدا، كان وفد مصري مكون من 100 شاب و100 وفتاة، كانوا حضور مشرف جدا، وكان شباب تحيا مصر ليهم الدور الرئيسي في التنظيم، هو بجانب المركز الثقافي الروسي. احنا بنشوف التجربة نفسها موجودة في مصر، فده يعني خلينا نشعر بالفخر انه بلدنا فعلا مهتمة بالقضايا الشبابية على مستوى العالم، مش بس محليا. احنا فعلا عندنا مشاكل داخلية او عندنا قضايا شبابية محلية، ولكن ينقصها الطابع الدولي بحيث انه يبقى فيه انفتاح على التجارب الخارجية ويبقى فيه دمج ما بين الخبرات. يعني فكرة الدعوة الى هذا المنتدى العالمي هي فكرة مصرية خالصة؟ فكرة مصرية خالصة. نعم. بالفعل، ورسالة للعالم أجمع أن مصر بلد السلام وبلد الأمن وبلد السياحة. يعني نعم. يمكن لفتة طيبة جدا أنه دول العالم المشاركة ترفع شعار المنتدى وي نيد تو توك، وتبقى سعيدة جدا. يعني احنا تواصلنا مع أكتر من جنسية سعداء جدا بمشاركتهم في المنتدى، وطامحين أنه يبقى فيه توصيات جادة ويبقى فيه رؤى شبابية يقدروا ينفذوها من خلال التجارب المختلفة ما بين الدول العربية والدول الأجنبية. طيب ازاي بتنظروا الى يعني دور مثل هذه المنتديات في الغاء الفجوات ما بين الشباب على المستوى العالمي، يعني والتنسيق ما بين الشباب على مستوى العالم، الشباب مثلا الاوروبي والافريقي ومختلف المنتديات الشبابيه العالميه؟ طبعا احنا مجمعين انه كل شعب لديه ثقافه معينه او حضاره مختلفه،
وكان لازم نربط ما بين الثقافات دي كلها بحيث انه يبقى الاهتمامات واحده، حتى القضايا اللي بيناقشها المنتدى. يعني احنا بنتكلم على قضيه الارهاب، المشكله مشكله الارهاب مش مشكله محليه على الاطلاق، المشكله مشكله عالميه طبعا، دوليه في كل دول العالم واعظم الدول بنشوف فيها ارهاب. بنتكلم على التنميه المستدامه، وهيكون عندنا تجربه مصر ان شاء الله هتتعرض في المنتدى مصر 2030، هتتعرض ضمن التجارب الموجوده في بقيه الدول. بنتكلم على الهجره غير منتظمه، دي قضايا دوليه وتخص الشباب بالفعل. فده شيء مهم جدا، واحنا بننظر يعني كمان شباب تحيا مصر، احنا اشتغلنا على الجانب ده قبل اطلاق منتدى شباب العالم. يعني كنا اول وفد مصري يدخل روسيا في بعد حادث الطائره الروسيه، وكنا بنأكد ان مصر فعلا امنه، وان احنا ننبذ التطرف والارهاب، وان احنا يعني طامحين انه يبقى في ترابط ثقافي ما بين الشعب المصري او الشباب المصري والشباب الروسي. طيب بالاضافه للقضايا اللي انت ذكرتها التي سيشملها جلسات هذا المنتدى فيما يتعلق بقضايا الارهاب وقضايا التنميه المستدامه، هناك ايضا قضايا يغلب عليها الطابع الشبابي ويعنى بها الشباب خاصه، يعني هذه قضايا عالميه التي تحدثت عنها، لكن هناك قضايا خاصه بالشباب كالحق في الحصول على وظيفه ومثل هذه القضايا، هل تعتقد أن هذه القضايا ستكون مطروحة في جلسات المنتدى؟ أكيد طبعا هتكون مطروحة على جلسات المنتدى، لأنه قضية البطالة مثلا مشكلة بتخص الوطن العربي عموما أو الجانب الدولي عموما، في دول كتير جدا بتعاني من نفس المشكلة. فأكيد أنه دول العالم المشاركة هيكون عندها طرح لأفكار ان هي ازاي تحد من الموضوع ده، وان يبقى فيه فعلا توصيات جادة او حلول مبتكرة ان احنا نحل الموضوع ده. ايضا من مميزات هذا المؤتمر هو عملية تمتين العلاقات الدولية ما بين مصر وما بين كافة الدول، يعني كيف تنظرون الى هذا الامر في ظل عالمية هذا المنتدى الشبابي؟ طبعا هي فرصة جميلة جدا انه مصر تستضيف منتدى شباب العالم، ويكون عندنا اكثر من 114 دولة مشاركة. بيقول انه مصر فعلا بتعود لدورها الاقليمي ودورها الدولي والريادي. في الريادة. يمكن كان نفسنا طبعا انه السفيرة مشيرة خطاب تكون ممثلة في اليونسكو، ده مؤشر هام للغاية، بيقول برضه ان مصر بتعود بقوة للشأن الدولي ودورها الدولي المهم. أيضا أنت تحدثت عن موضوع مواجهة الإرهاب، يعني كيف سيساهم هذا المؤتمر بشكل فعال في موضوع يعني مواجهة الأفكار المتطرفة التي تنتشر خاصة بين أطياف مختلفة لدى الشباب؟ يمكن شباب كتير احنا بنحاول يعني نغمس الشباب في العمل العام والعمل التطوعي والمشاركه السياسيه الفعاله لاجتذابهم من الفكر المتطرف. القضيه دي مش حلها، يعني طبيعي جدا انه لا يحارب الفكر الا بالفكر. أكيد. الثقافه هي من تغير، خلاص يعني السلاح ما بيغيرش اي فكر او اي تطرف. فاحنا لازم يعني مطروح على اجنده عمل المنتدى انه محاربه الفكر حتى ودور القوى الناعمه والاعلام والثقافه والحضارات نفسها في نبذ العنف والتطرف. طيب انت تحدثت عن ايضا الشعار اللي هو أن نتحدث معا وأن نتحد من أجل السلام، يعني كيف تنظرون إلى أهمية أيضا هذا الشعار الذي طرح والرسالة التي تريد مصر إرسالها من خلال هذا الشعار؟ طبعا الرسالة الأساسية اللي مصر بتبعثها للعالم كله من خلال هذا الشعار أنها رسالة سلام لجميع الدول المختلفة، سواء الأوروبية أو سواء العربية، دول العالم كلها احنا بنبعث رسالة سلام. يمكن كل المشاركين ال 114 دولة وال 3000 مشارك، كل دول هيبقوا رسل سلام في دولهم، وهي يعني هيعكسوا التجربة المصرية في منتدى شباب العالم، وهيقولوا انه اصبح العالم يعني زي ما بيقولوا قرية صغيرة، وخلاص يعني الصراعات الداخلية لابد ان تتنحى جانبا، ودور الشباب في القيادة في المستقبل هو الأهم بإذن الله. طب نعم، احنا يعني شاهدنا في الجلسات في منتديات الشباب السابقة، يعني شاهدنا القيادة السياسية تحرص على الاستماع للشباب والجلوس مع الشباب على طاولة واحدة، هذه الفكرة
هل تعتقد أنه يمكن أن تكون فكرة أساسية في المستقبل بأن القيادات السياسية تصبح قريبة أكثر للشباب مثل ما يحدث الآن في مصر في هذه المنتديات؟ احنا طبعا كان عندنا افتقار جدا لحتة انه الشباب يقدر يوصل، وكان دائما هناك شكوى في المراحل السابقة من هذا مظبوط الموضوع. مظبوط، كان دايما المشاركات السياسية او المشاركات المجتمعية كانت مختصة على ناس معينين بعينهم في الفترات السابقة او في العهود السابقة، وما كانش بيبقى فيه تواصل جاد او تواصل حقيقي ما بين الشاب او الشباب عموما والمسؤول. كان في فجوة كبيرة جدا نفتقدها، وكان دايما صوت الشباب مش مسموع او مقتصر على فئة معينة. احنا دلوقتي بنشوف اهتمام السيد الرئيس واهتمام الحكومة انه لازم يبقى الشباب ليهم دور في صنع القرار وفي تشكيل سياسات الدولة وفي القوانين المختلفة. يمكن احنا في شباب تحيا مصر مثلا في تواصل حقيقي ما بيننا وما بين وزراء كتير. احنا في تواصل ما بين مباشرة مع وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، في تواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، ناس بترحب بالأفكار، في تواصل كمان مع الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط اللي قايمة بدور جبار في رؤية مصر 2030. كل دي يعني كل دول مسؤولين نموذج بيقول ان الدولة فعلا يعني تستمع للشباب بجدية وتنفذ. يعني احنا طرحنا افكار كتير فعلا محطوطة على طاولة النقاش وبيتم تنفيذها. طيب ايه هي القضايا التي تهم الشباب المصري ولديكم اهتمام بها في تحيا مصر سواء محليا او عالميا؟ هو حاليا احنا شغالين محليا، احنا كنا شغالين داخل نطاق الجامعه على تاهيل الشباب للعمل. بعد كده افتقرنا العمل التطوعي والعمل العام، وكان لازم ان احنا نخرج بره نطاق الجامعه بحيث ان احنا نشمل فئه اكبر ونجتذب شباب اكتر للانشطه التطوعيه والانشطه الدوليه اللي بنقوم بيها في شباب تحيا مصر. تمام. ده دور مهم جدا لاجتذاب الشباب كمان من الفكر المتطرف واحساسه ان هو مهمش او انه محدش بيساله، فبالتالي بيضطر ان هو يروح للفكر ده. اشتغلنا دوليا على اكتر من 3 وفود سافروا روسيا الاتحاديه، وكان في تبادل ثقافي مع القنصليه المصريه ومع الجامعات الروسيه، كانت برعايه الدكتور اسامه السروي المستشار الثقافي بالقنصلية. أرسلنا 3 وفود بالفعل، وفي وفدين إن شاء الله قادمين، هيبقى في وفد في أسبانيا ووفد في السويد، إيمانا بأهمية الانفتاح على العالم وأهمية انفتاح أو تبادل الثقافات والخبرات ما بين الشباب في مصر وشباب العالم. ده جزء دولي اشتغلنا عليه. أما في الجزء المحلي أو العمل التطوعي عموما، احنا شغالين على ملف الهجرة غير شرعية مع الدكتورة نبيلة مكرم، وقايمين بدور هايل بصراحة معاها، وهي يعني من الشخصيات اللي داعمة جدا للشباب. يمكن لما طرحنا فكرة انه يبقى في حملات توعية للهجرة غير شرعية، كان ردها الأساسي احنا مش عايزين نتكلم، عايزين ننفذ، عايزين ننزل للشباب على أرض الواقع ونشوف فعلا الفئة المستهدفة والفئة اللي فعلا بتروح للهجرة غير شرعية، ونبدأ نتكلم معاهم. وأسباب ده إيه وكده بالظبط، ومش بس نتكلم معاهم، نوفر لهم سبل إن هم يعيشوا حياة كريمة هنا وما يلجأوش للهجرة غير شرعية. فاشتغلنا على استهدفنا اول محافظه اشتغلنا عليها محافظه القليوبيه، وهيكون في يعني احنا اعلنا بروتوكول مع اتحاد الصناعات ووزاره الصناعه ووزاره القوى العامله ووزاره الهجره وشباب تحيا مصر، انه يبقى في زي منظومه متكامله، انه يبقى في دور تاهيل نفسي ومهني للشباب المستهدفه اللي هم مؤهل متوسط وبدون مؤهل، يبقى في تدريب مهني وتدريب نفسي وتاهيل للعمل، ويبقى في وظيفه مستنياه يقدر يعيش منها حياه كريمه ويشتغل عليها. ده فيما يخص وزاره الهجره. اشتغلنا كمان على مع نائب وزير الاسكان الدكتور احمد درويش، بكن له طبعا كل احترام ان هو حب يشركنا في العمل معاه، ان احنا ننزل حي الاسمرات في تطوير العشوائيات. وكانت كلمته لشباب تحيا مصر ان احنا كمؤسسه او كوزاره هنهتم بتطوير البنيه التحتيه، والشباب اللي زيكم هم اللي يقدروا يوصلوا للشباب اللي في العشوائيات ويهتموا بتطوير البنيان. طبعا الشباب اللي موجودين في العشوائيات غير مهيئين نفسيا، طبعا بيتنقلوا نقله من مكان عايش في عشوائيات دلوقتي عايش في مجتمع حضري محترم، فبيبقى في نوع من الخلل النفسي بالنسبه له، فبنقدر نحاول تعالجوا الموضوع نعالج الموضوع ده ونبدا نوفر له حتى دورات تنميه وانغماس كمان في الانشطه بتاعتنا الدوليه والمحليه بحيث ان هو يكون متفاعل معانا.
معانا. طيب مع التواصل اللي انت بتتحدث عنه من الوزارات ومن القيادة السياسية، أكبر قيادة في الدولة، إيه هو الدور الواجب على الشباب المصري لدعم هذا التواصل والقيام بدوره بفاعلية في المجتمع؟ هو المشكلة في الموضوع ده إنه في شباب كتير، إحنا بس نبطل كسل. يعني هو احنا شباب عندنا كتير جدا ومتحمسين وعنده طاقه، بس ما عندوش ان هو ياخد الستيب الاولى، او ان هو يقول فعلا انا موجود وممكن اشتغل وممكن ابدا. وده اللي يمكن شغالين عليه، انه في شباب كتير يمكن جدا في افكار بتصدر ليه عمليه الاحباط يعني. ده للاسف يعني. وده دور الاعلام كمان، اكيد. والسوشيال ميديا دلوقتي غطت على كل حاجه، وبقت الاخبار المفبركه او الاخبار اللي بتثير الاحباط بقت كتيرة جدا، ومفيش رقابة على الموضوع ده. فده اللي صحيح، بيجذب شباب كتير، ان هم اللي هي مصادرها غير معروفة كمان بالظبط يعني. بالظبط يعني في يعني مصادر كتير غير يعني مجهولة المصدر، بتثير اخبار وشائعات في مختلف الوزارات وعلى مختلف الأصعدة، بتثير نوع من الاحباط للشباب، مش كمان للشباب، للمواطن نفسه. المواطن بشكل نفسه عام بيبدأ صحيح، بيحس باحباط، وكمان يعني بيهتموا بنشر السلبيات اكتر من نشر من الإيجابيات الايجابيات. صحيح. ويمكن احنا عندنا مجموعة وزارات شغالة حاليا، يعني بعد التعديل الوزاري الجديد احنا عندنا مجموعة وزارات شغالين شغل جبار وشغل هايل. مثال الدكتور طارق شوقي قايم بمجهود هايل في وزارة التربية والتعليم، بنشوفه اطلق برنامج المعلمون اولا، واول دفعة منه 500,000 معلم، قادرين ان هم يحولوا فكرة التعليم الورقي الى تعليم الكتروني. الدنيا كلها بتتطور، والتعليم الالكتروني اصبح شيء مهم جدا. بنشوفه اطلق بنك المعرفة، بحيث ان هو يكون برضو يبقى عندي العنصر البشري وعندي المحتوى. البنك المعرفة يعني سلسلة تسليط ضخمة، الضوء على هذه الإيجابيات الحقيقية دي حاجات مهمة التي جدا. تحدث هي بمثابة يعني عامل دافع لمواجهة الإحباط طبعا الذي نتحدث عنه لدى الشباب. كل إيجابيات الوزارات للأسف لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل قوي، ويمكن ده اللي بيشتغل عليه الجزء المتطرف من صحيح الشباب، صحيح. والجزء المتطرف والدول الأخرى كمان اللي بتحاول تستغل ده بعمليات التمويل صحيح. بالظبط في تشويه سمعة القيادة السياسية أو تشويه سمعة مصر عموما. لا، احنا عندنا شغل وعندنا ناس، عندنا ناس بتشتغل وعندنا أفكار، وفي مشاريع بتتم فعلا على أرض الواقع. وده دورنا كشباب دلوقتي، إن احنا نعرض الإيجابيات دي ونقول لا، مصر قادرة فعلا إن هي تقوم. طيب انتوا في آليات معينة لمواجهة هذه الأساليب يعني كقيادات شبابية، في آليات معينة على أرض الواقع بتحاولوا بيها ان انتوا بعيدا عن الوزارات يعني كعمل شبابي مواجهة هذه الإحباطات التي تصدر للشباب وهي غير حقيقية؟ يمكن احنا بنتعامل على الموضوع ده بشقين، وهو الشق الاول ان احنا ننزل بالفعل على ارض الواقع للشباب دي في اماكن تجمعاتهم وفي الجامعات وفي الكليات، ونبدا نتكلم معاهم عن افكارهم وعن ما يطمحوا به، وعن اشراكهم كمان بالافكار بتاعتهم، ان احنا ممكن ننفذ لهم الافكار بتاعتهم بالتعاون مع الوزارات وكده. والشق الثاني جانب التوعيه او التنويه دايما عن الايجابيات على السوشيال ميديا، لانه سلاح قوي ومهم جدا في الفتره المقبله. طيب يعني أنت تحدثت عن دور للشباب المصري وما يهم الشباب المصري داخليا، خارجيا أيضا إيه اللي ممكن الشباب المصري يفعله لعودة الريادة المصرية كما كانت سابقا لعهدها، والتاريخ المصري شاهد على ذلك والحضارة المصرية؟ يمكن الشباب المصري اللي شغال دلوقتي على تنظيم المنتدى شباب البرنامج الرئاسي، وبعض شباب المنظمين، يمكن في جهد ملحوظ جدا منهم، وبدأ الوفود الأجنبية اللي تم استقبالها فعلا بتشيد بحسن التنظيم ما بين الشباب المصري والشباب الأجنبي. ودي في حد ذاتها رسالة للشباب الأجنبي، إنه في أمل فعلا في الشباب المصري، إن هم قادرين يقدموا نموذج كويس. بنشوف نموذج محاكاة الأمم المتحدة، صحيح. وبيشارك فيه مصريين يشرفوا بصراحة. بنشوف وزارة الهجرة أرسلت أكثر من 150 دعوة للشباب المصري المقيم في الخارج، إن هو يجي ويشوف فعلا بلده بتتطور قدامه، فضلا عن الإشاعات اللي ممكن تصار إليه خارجيا إنه البلد مش شغالة أو كده. لا، بيجي بيشوف بعينيه وبيشوف نموذج متكامل من الشباب اللي قادر إن هو يحمل راية المستقبل في الفترة المقبلة. طيب أيضا على مستوى القارة الأفريقية، ومصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا يعني، وهذه القارة تتطلع إلى أنها تكون
من القارات القوية اقتصاديا ومسألة التنمية الموجودة فيها، يعني كيف تنظرون إلى التنسيق ما بين الشباب المصري والشباب الإفريقي في هذا المجال؟ وكما قلنا مصر جزء لا تتجزأ من قارة أفريقيا. زي ما قلت لحضرتك انه برضه كان في العهود السابقه كان في افتقار برضه في الوصول لقلب افريقيا او تواصل مصر مع قلب افريقيا، مع ان هي يعني مصر قلب افريقيا فعلا وحلقه تواصل دائم ما بين الدول الافريقيه، كنا مفتقرين ده. بس بجولات السيد الرئيس في المدن او في الجمهوريات والعواصم الافريقيه ابتدينا نشوف انه مصر فعلا بترجع للدور الافريقي، وانه الشباب الافريقي كمان يعني في نماذج محاكاه بتقوم بها الجامعات المصريه زي جامعه القاهره وجامعه حلوان، بيقوموا بنموذج محاكاه الاتحاد الافريقي، وبنشوف المصريين بيمثلوا فيه، وبقى في لغه تواصل جد ما بين الشباب الافريقي وتبادل ثقافات مهم ما بين الشباب الافريقي في الاسلوب وفي التعامل وفي الطريقه. ده ما كانش موجود قبل كده يعني. طبعا صحيح. ما كانش موجود وكنا مفتقرين ده، يعني في حاجات كتير كنا مفتقرينها. ابتدينا نشوف ان القياده السياسيه بتتحرك بجديه ان هي تشرك الشباب فعلا في عمل حقيقي يقدر يستفيد بيه الشاب وتقدر تستفيد بيه الدوله. طيب ايضا مساله التواصل والعمل العربي المشترك ما بين الشباب العربي ايضا، كيف سيسهم هذا المنتدى في هذا الموضوع؟ يمكن احنا في شباب تحيا مصر من خلال عام كنا قدمنا مقترح انه نعمل كقمة عربية للشباب كنموذج مصغر لجامعة الدول العربية، واخدنا خطوات جدا ان احنا نشتغل على الموضوع ده، ولكن بنلاحظ يعني الفكرة ممكن تكون وصلت للقيادة السياسية وانه بقى في تجمع عربي في منتدى شباب العالم. احنا فخورين جدا انه في شباب عربي ممثل من الدول العربية موجودين في منتدى شباب العالم، وغالبا انه القضايا اللي بتهم الشباب المصري بتهم كل شاب عربي بالتأكيد. موجود في المنطقة والصراعات واحدة والمشاكل واحدة، فلازم نتكاتف لوضع حلول لهذه المشاكل. كمان مسألة بناء الدول اللي فيها صراعات وإسهام الشباب في هذه المسألة، ده دورهم في المرحلة الجاية. يمكن احنا بنشوف دول كتير حوالينا ابتدت تترنح سياسيا او الصراعات الداخلية عندنا سوريا وليبيا وأمثلة كثيرة، وكمان في الصراعات الداخلية كمان وحرب العصابات اللي بقت منتشرة في بعض الدول العربية، أصبح دور الشباب مهم جدا إن هو يقف ويقول كلمته فعلا إن ده دوري، يعني مش دور صراعات، إحنا عاوزين نبني الدولة وعاوزين نشوف فعلا مؤسسات حقيقية بتعمل، وننحي بقى العمل الروتيني جانبا ونشوف أفكار الشباب. العالم كله حوالينا بيتطور وإحنا لازم نواكب التطور اللي بيحصل. يعني من المفترض يحدث تنسيق ما بين الشباب العربي على جبهتين، جبهة مواجهة التطرف والإرهاب وجبهة دي بناء قضية رئيسية الدول يعني. التي حصل فيها صراعات كسوريا تحتاج إلى بناء طبعًا. من جديد، وطبعا الدور المصري مهم جدا في بالتأكيد. الموضوع ده، وهم ينظرون إلى مصر بهذه الطريقة لأن مصر هي قلب الأمة، قلب الأمة العربية طبعا العربية. طيب إذا ما أتينا إلى أيضا جلسات منتدى الشباب والحضور المشرف العالمي الموجود فيه، يعني مسألة تمثيل المحافظات المختلفة في آلية الاختيار، احنا بنشوف محافظات كتيرة جدا بتشارك، ويمكن السيد الرئيس في المؤتمر الأخير قال بصراحة انه انا مش عايز نفس الوجوه تتكرر في المؤتمرات السابقة انا عاوز اشوف ناس جديدة ويبقى في افكار جديدة، وبنشوف جرأة من الشباب المشارك. يعني احنا شفنا في المؤتمرات اللي قبل كده في مؤتمر أسوان الشاب الجميل الأسواني اللي قام وقال له يا ريس مشكلة كيما يا ريس، والرئيس ما ادخرش جهد وقام على حل المشكله دي. بنشوف شباب في دمياط شاب قام قال مشكله امام الجميع وامام الرئيس. فكره انه الخوف من التواصل مع القياده السياسيه الحاجز اللي موجود ما بيننا وما بين الشباب وما بين ده تم ازالته تماما بالكامل، واصبح في تواصل حقيقي وجاد وبكل صراحه وبكل جراه، وتواصل كمان وكمان في منتدى شباب العالم احنا بنشوف محافظات كتير جدا بتشارك. يمكن بنشوف من اسكندريه، بنشوف من الدقهليه، شباب تحيا مصر مشاركه كمان بفردين في منتدى شباب العالم. عندنا محمد تيسير طالب بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. ليكم شباب في مساله التنظيم التطوعي التنظيم في منتدى شباب العالم غالبا يعني مقتصر على شباب البرنامج الرئاسي لما لديهم من
خبرات وتأهيل أو هم مدربين على لكن أنتم مشاركين احنا مشاركين من ضمن المشاركين العاديين في المؤتمر بمحمد تيسير رئيس المركز الإخباري، وكمان عندنا أسماء رؤوف رئيسة مكتب الإعلام السياحي قايمة بدور هايل بمبادرة اسمها مصر أحلى مع أسماء، يمكن لفت مصر كلها في أماكن احنا ما نعرفش عنها كتير، أماكن سياحية جميلة جدا، وابتدت تشتغل على ده، ويمكن أشاد بيها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وهو من قام بدعوتها للمؤتمر لمنتدى شباب العالم. طيب بانعقاد هذا المؤتمر في مدينة زي شرم الشيخ في سيناء، يعني هل تعتقد أن شرم الشيخ الآن أصبحت عاصمة شبابية للعالم؟ زي ما حضرتك قلت انه احنا في سيناء وعاصمه شرم الشيخ، او شرم الشيخ اصبحت عاصمه شبابيه، كمان منذ اسابيع قليله اعلنت سيناء مدينه عاصمه للسياحه الدينيه، وكنا مشاركين في هذا صحيح. الحدث بقوه، فيمكن الحدثين دول بيدوا صوره للعالم كله اللي بيقول انه سيناء منبع ارهاب ومنبع تطرف، لا، سيناء عاصمه السياحه الدينيه، وشرم الشيخ اصبحت عاصمه الشباب أمام أعين الجميع. طيب كيف تنظرون إلى أصداء هذا المؤتمر عالميا وتجاوب الشباب عالميا مع هذا المنتدى؟ يمكن في شباب كتير جدا لم يحالفهم الحظ ان هم يشاركوا في المنتدى لتاخرهم في التقديم او كده، ويمكن لحد النهارده يعني لحد امبارح كان في شباب اجنبي بيسال ازاي نشارك. اتمنى انه المنتدى شباب العالم القادم يكون نسبه الحضور فيه اكتر من كده، ويكون دول اكتر مشاركه، لانه في تحمس وفي رغبه من جميع الدول في المشاركه. طيب بالنسبه للتمثيل الشبابي الحزبي، هل هناك أحزاب شبابية؟ هناك مشاركة من جميع أطياف الشباب، من الشباب الحزبي وشباب البرلمانات الشبابية وشباب وزارة الشباب والرياضة والائتلافات الشبابية والكيانات، من مختلف الأطياف، جميع الأطياف وجميع الكيانات في مشاركة حقيقية منهم يعني. طيب احنا ايضا تحدثنا عن ان هناك رسائل عديده تستهدفها مصر، وهي الرياده وعوده دورها الاقليمي وايضا على مستوى الشق السياحي. كيف تنظرون كشباب الى دور هذا المنتدى الشبابي في عوده السياحه الى مصر وهي الان في طريقها الى النهوض بعد فتره ربما كانت فتره موات، يعني وصلت الى مرحله ربما الى الموات، لكن الان الامور أصبحت في تقدم، كيف تنظرون إلى دور المنتدى وعمل الشباب في عودة مسألة السياحة إلى مصر بالشكل المطلوب؟ يمكن في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي المطارات السياحية في الغردقة وفي شرم الشيخ بيستقبلوا فود كتيرة جدا، يمكن في 97 ألف سائح ألماني وصلوا أمس إلى مطار الغردقة، ده مؤشر كويس، وفي نسبة إشغالات كبيرة جدا في الفنادق، كبيرة جدا، وده مؤشر كويس جدا لعودة السياحة المصرية، ويمكن مشاركة 114 دولة في منتدى شباب العالم مؤشر أو دليل لكل الدول المشاركة، أو رسالة لكل الدول المشاركة لجميع دول العالم أنه فعلا إحنا عندنا مقاومات كتيرة جدا للسياحة، ولكن بسبب الأحداث الأخيرة أو الأحداث الماضية يمكن هي كانت سبب كبير أنه السياحة تبتدي تقل عندنا، ويمكن برضو إحنا ما استغلناش جانب الترويج للمناطق السياحية اللي المصريين نفسهم ما يعرفوش عنها حاجة، احنا ده حقيقي فعلا ما ينقصنا فعلا فكرة أكيد الترويج، أكيد الشباب لهم دور كبير في احنا فعلا ده. شغالين على ده يعني، أسماء رؤوف عاملة شغل جامد جدا على مناطق كتيرة جدا، احنا كمصريين يعني أنا واحد من الناس كان في مناطق كتيرة جدا ما كنتش أعرف عنها حاجة، وهي بتسافر بنفسها يمكن بأقل الإمكانيات، كانت بتصور بكاميرا الموبايل، كانت بتصور أماكن وبتجذب كمان سياحة عربية، كان في تواصل عربي كبير جدا ما بيننا وما بين الدول العربية وما بين أسماء رؤوف، عاملة مجهود جبار بحب يعني أحييها من خلال برنامج حضرتك. طيب إذن معنا السيد محسن سميكة محرر شؤون الرئاسة معنا من شرم الشيخ، نرحب بك في البداية سيد محسن. أهلا بحضرتك وضيوفك وكل سنة وأنتم سيد محسن، يعني ما هي آخر الاستعدادات لديكم واليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم؟ يمكن الاستعداد على قدم الوساق شغالة تقريبا من شهر، مش هكلمك حتى على النهارده على امبارح، يعني القبة اللي انطلقوا منها حفل افتتاح بشكل أساسي يعني تقريبا التصميم بدأ عليها من شهر، العمل متوسط 24 ساعة في اليوم،
يمكن انا شفت ده بعيني مجهود جبار، لان المكان نفسه هيبقى مفاجاه للجميع سواء داخليا او حتى خارجيا عبر وحدات النقل اللي هيتم نقل الحدث بشكل كبير. يعني اعتقد هتبقى مفاجاه هتبني الملايين سواء داخليا ولا خارجيا. فالناس اللي موجوده، الكارت اللي شغال، اللي بيحضر كل يعني كل شيء متعلق بالاحتفال، زي ما قلنا حضرتك تقريبا من شهر. امبارح كان في بروفا للاغنيه اللي هيتم عرضها في حفل الافتتاح من حوالي 12 مطرب من 12 دوله ب 12 لغه مختلفه، باختلاف طبعا العرض الاوبرالي، بعد ما السيد الرئيس هيعزم ان شاء الله الساعه 6 مساء باطلاق او اعلان بدء فعاليات منتدى شباب العالم رسميا. هذا في برنامج مختصر كده متعلق باغنيه زي ما قلنا حضرتك خاصه بحفل الافتتاح، وايضا بعدها هيبقى في عرض اوبرالي ثم عشاء لبعض ضيوف المنتدى الموجودين من داخل او من خارج مصر. يعني بتتوالى طبعا يتوالى وصول الضيوف الى مطار شرم الشيخ، مفترض بعد نص ساعه هيكون في وصول اربع مبعوثين رسميين تحديدا، يمكن رئيس وزراء وزير خارجيه الامارات، وزير خارجيه الجزائر، وبعض ايضا المبعوثين الرسميين. المفترض ان في مبعوث رسمي للامين العام للامم المتحده، مبعوث رسمي للاتحاد الافريقي. هيتوالى وصول الضيوف بشكل كبير على ان تبدا الفعاليات، او يعني يتواجد الجميع داخل القاعه في الخامسه مساء، ويأذن السيد الرئيس باطلاق فعاليات المنتدى رسميا في السادسه مساء. ده ما يتعلق بالترتيب. ما يتعلق بالحدث طبعا، انا اقول لحضرتك ان احنا على موعد مع حدث هام وعالمي. يمكن اعتقد في الثمانينات كانت اخر مره ممكن يكون في حدث كبير، اعتقد المؤتمر القومي للسكان اللي كان موجود في مدينه نصر في قاعات المؤتمرات، كان ابرز حدث بيلقى يعني فوكس او ضوء عالمي بالنسبه للتغطيه. بنتكلم النهارده عن مصر لما خاطبت بعض القنوات العالميه، بي بي سي ورويترز ودوتش فيلا وغيرها من القنوات، بانها تكون موجوده في المؤتمر وتدعو القنوات من تلقاء نفسها، طلبت ان يكون في فريق كامل موجود، مش شخص مصور او مخرج او فني، لا، في فريق كامل تقريبا من 10 افراد، اهم 10 افراد في بي بي سي، في رويترز، في دوتش فيلا، في سي ان ان، في كل القنوات العالميه. يمكن نقل الحدث لزاويه اوروبيه، اعتقد ده يعني كنا هدف بنطبقه ليه بشكل كبير جدا، عشان نتكلم على فريق سياحي، عشان نتكلم على قدره على اقامه مثل هذا المنتدى في عاصمه في محافظه السلام في شرم الشيخ، اللي هي يعني بينها وبين شمال سيناء، يمكن الناحيه الثانيه بنتكلم على الارهاب وبتاع. مصر قادره على تنفيذ مثل هذا الحدث في مثل هذا التوقيت في هذا المكان تحديدا، يبعث بالعديد من الرسائل داخليا وخارجيا. بنتكلم على شباب قادر على تحمل القياده خلال مرحله مقبله، وقام بالعديد من نماذج المحاكاه، وخضع لدورات تدريبيه عديده، تعامل مع وزراء ومسؤولين حكوميين، واليوم بتعامل مع جانب اجنبي وجانب خارجي يتحدث معه في مختلف القضايا المتعلقه بالتنميه المستدامه، متعلقه بالهجره غير المنتظمه، متعلقه بمكافحه الارهاب، متعلقه بالاداره وتكنولوجيا الاعمال، والعديد من الموضوعات المدرجه على جدول اعمال المنتدى. بنتكلم على جوله بتروج نفسها سياحيه، اذا كان عندي النهارده مجموعه من الناشئين الموجودين والتقطوا نفسهم صور بموبايل ورفعوها على تليفوناتهم ومواقعهم في السوشيال ميديا وصورهم كسر. انا عايز اقول لحضرتك ان في زائر على سبيل المثال من اندونيسيا يمكن بيعمل تورتايه بيعمل لها حوالي 4 مليون تويت تقريبا في خلال ساعه، يعني لانه احد من صناع وقاده الفكره على مواقع السوشيال ميديا. انا مستفيد كمصر هذا الامر سياحيا، سياسيا، ترويجيا، على كافه الاصعده. اعتقد يعني اعتقد ان جني ثمار هذا المنتدى، يعني لن ننتظر للحظاته الاخيره والايام الاخيره. اعتقد ان مع بدء فعاليات اليوم الاول وحديث الصحف العالميه وكالات الانباء والمواقع، وهذا الامر يعني مش توقع ولكن ان شاء الله حقيقه، لان زي ما بقول لحضرتك فرق كامله اعلاميين ونقلين الحدث موجودين هنا في شرم الشيخ. طيب هل هناك يعني اطلعتم على انطباعات الوفود والشباب المشاركين من دول اجنبيه مختلفه؟ ما هي هذه الانطباعات؟ كل ده اكيد طبعا حدث بالنسبه لهم، اما اعتقد ان من منتدى شباب العالم قضيه المؤتمرات الشباب بشكل عام، اعتقد هي المنبر الاول الوحيد تقريبا في العالم في مصر حاليا، لان يمكن هذه الفكره غايبه تماما عن بعض الدول، نظرا ان احنا مش بنقول ان احنا كويسين وهم لا، لكن يمكن هم ما عندهمش المشاكل اللي بتواجه قطاع الشباب او كثافه الشباب في دولهم. ده عندنا بنتكلم على 62% من قوام 95 مليون مصري من فئه الشباب، يعني بنتكلم على عدد كبير جدا قضاياهم بتشغل ساق فكر وعقل وقلب الدوله المصريه. ومن ثم كانت قضيه اللقاء الدوري للشباب واللقاء السنوي للشباب ايضا، وقضيه البرنامج الرئاسي التاهيلي للشباب للقياده واكاديميه الشباب اللي اتعملت مؤخرا. كل هذه الامور تؤكد على ان الشباب في قلب وعقل الدوله المصريه هم بيتفرجوا على حاجه جديده. يعني انا زي ما كنت بروح اغطي فعاليات
اتشرف طبعا ان اكون ضمن وفد اعلامي مع سياده الرئيس في العديد من الدول. دايما بنتكلم على ان المنبر الامم المتحده هو المنبر السياسي الاعلى عالميا في احداثه في سبتمبر كل عام، سيكون منتدى شباب العالم، وما يتعلق بالشباب تحديدا هو ايضا المنتدى الاعلى سياسيا في العالم، ودي حقيقه لان فعلا مش موجود في العديد من الدول حتى الاوروبيه منها وموجود في مصر. الناس تشعر بجزء طبعا من الانبهار ان في حاجه زي كده بتقام على الارض المصريه، بس انا بيتهيالي ان الانطباعات الاكثر هتكون النهارده بعد حفل الافتتاح وبعد بدء الفعاليات الرسميه بشكل كبير. طيب هل في جديد بالنسبه لاعداد الوفود وجنسياتهم والشخصيات العامه؟ يعني كنا اتكلمنا في الحاجات دي من يومين او اكثر تقريبا، كنا بنتكلم على 52 وفد رسمي، بنتكلم على 19 وزير شباب ورياضه، كنا بنتكلم ان الوفود الرسميه دي من توجو ومن موريتانيا ومن فلسطين والجابون وتشاد والامارات والاردن ولبنان والسنغال والجزائر وغينيا الاستوائيه وتونس واثيوبيا واوغندا وجيبوتي والهند واليمن الامارات البحرين المغرب السودان موريشيوس رواندا نيجيريا، يعني العديد من الدول، سريلانكا العراق باكستان كينيا الارجنتين بيلاروسيا رومانيا، كل ده عزيزي عندك ان شاء الله موجود في مصر لمتابعه منتدى شباب العالم. بنتكلم على 172 شاب من الجامعات المصريه بشكل عام، 85 منهم من الجامعات المصريه المتفوقين دراسيا، وعندنا 107 من الجامعات الخاصه ايضا مدعوين. بنتكلم بشكل عام على 3203 مشارك من 113 جنسيه في المنتدى بشكل كبير، بنتكلم على 64 دوله هتتحدث في 46 جلسه، وايضا ده امر هام جدا لان في بعض القضايا الدول المشاركه طلبت انها تكون متحدثه في مثل هذه الجلسات، تحديدا الهجره غير المنتظره، الجانب الايطالي طالب انه يشارك في هذه الجلسه نظرا لتداعيات ما يعانيه من الهجره غير المنتظره من ليبيا تحديدا، وما يؤرق المجتمع الاوروبي بشكل عام من الهجره غير المنتظره. يعني اذا بنتكلم ايضا عن لغه الارقام، يعني وصل تقريبا كل هؤلاء الى مدينه شرم الشيخ، وبيتوالي العدد طبعا المختار النهارده يصل ل 863 شخصيه اجنبيه، بيكون العدد كده انتهى بشكل كبير من المتواجدين في شرم الشيخ. نعم السيد محسن سميكة محرر شؤون الرئاسة كنت معنا من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. إذن نعود للبشمهندس طارق أبو زيد رئيس المكتب الإعلامي لشباب تحيا مصر. بشمهندس، يعني فكرة عودة الروح للشباب المصري وإيمانه بقدرة دولته على تنظيم مثل هذه المنتديات ومخاطبة الشباب العالمي وإظهار قوة مصر الحقيقية للعالم، كيف تنظرون إليه؟ إيمان الشباب بقدرة الدولة على إقامة مثل تلك المنتديات، المشاركة الحقيقية اللي بيقوم بها الشباب في المنتديات الموجودة ومؤتمرات الشباب، وكمان وزارة الشباب بتقوم بدور مهم جدا في تأهيل الشباب عن طريق إشراكهم في البرامج التطوعية في أكاديمية نصر العسكرية، في دورات الأمن الوطني ودورات إدارة الأزمات ودورات التفاوض، بتقوم بدور مهم جدا. يمكن سيادة الوزير مهندس خالد عبد العزيز بيقوم بدور مهم جدا في جذب الشباب لتلك الأنشطة، وبيقوم بدور كبير جدا في الجانب الرياضي اللي يعني أصبح شباب كتير مفتقرة في القرى وفي النجوع، بيقوم بشغل كويس جدا، وبنشوف افتتاحات كثيرة لمراكز شباب، ولكن أيضا ينقص بعض مراكز الشباب في مختلف القرى ملاعب لممارسة كرة القدم وبعض الأنشطة التي تم إغلاق مراكز شباب عديدة بافتقارها للأنشطة دي. هو ده الجانب الحقيقي أو الجزء المستهدف اللي احنا لازم نهتم بيه الفترة اللي جاية، ويمكن سيادة الوزير مشكورا ابتدى يشتغل على الجزء ده بشكل ملحوظ جدا. خلاص يعني المدن الكبيرة اكتفت أنشطة واكتفت مراكز شباب، ابتدينا دلوقتي نبص انه الوزارات نفسها بتشتغل على الجزء الطبقة المحتاجة فعلا للأنشطة ولمراكز الشباب والخدمات الحقيقية من الوزارات الخدمية. نعم طيب نخرج الآن مشاهدينا لمتابعة أهم معلومات عن منتدى شباب العالمي المقام في شرم الشيخ.
إذن مشاهدينا لازلنا معكم في إطار هذه التغطية لفعاليات منتدى شباب العالم، ونعود للمهندس طاهر أبو زيد. باشمهندس، يعني أنت تحدثت عن مسألة الرياضة، هل تعتقد أنه جلسات المؤتمر ستشهد مناقشات حول القضايا التي تهم الشباب المصري من الناحية الرياضية أيضا؟ قضية الإرهاب تضم كافة الأنشطة الموجودة من فن وثقافة وحضارة ورياضة، هي دي القوة الحقيقية اللي نقدر نواجه بها الفكر المتطرف على مختلف الأماكن ومختلف كمان الشخصيات اللي بتقوم بدور يعني بس الفكر الخبيث في الوسط الشبابي الموجود. الرياضة دور مهم جدا، الرياضة بتجمع الشعوب، يمكن احنا سعدنا وفرحنا جدا انه مصر وصلت كأس العالم، ودور دولي قوي للرياضة المصرية يمكن فتحت خير علينا، وكمان بنشوف تنمية حقيقية بتحصل كمان في مختلف المجالات والأندية ومراكز الشباب، بنشوف ملاعب بتم إنشائها، بنشوف مراكز شباب بيتم إنشائها، والهدف الحقيقي من إنشاء تلك المراكز مش شرط مش بس عشان مبنى أو مكان يتصور وبس، لا، إشراك حقيقي للشباب إن هم يفرغ طاقته في تلك الأماكن، هي دي الأماكن المخصصة إن هو يفرغ طاقته فيها بدل ما يكتذب للفكر المتطرف ويبتدي الإحباط يسيطر عليه فيفكر في هجرة غير شرعية، فيفكر في فكر متطرف، فيفكر في إدمان، حاجات كتيرة جدا. الرياضة بتقوم بدور مهم جدا بينعكس على كافة المجالات الأخرى طبعا، بيحافظ على الجانب الشبابي أو الشاب نفسه، البنيان، الرياضة مهمة جدا بالنسبة له. طيب، من الناحية السياسية ما هي أبرز الرسائل التي يمكن أن يرسلها هذا المنتدى للعالم؟ مصر بلد الأمن والأمان، أبرز رسالة ممكن توصل للدول العالم كلها أن احنا بلد أمن وسلام، لسنا على الإطلاق منبع إرهاب أو منبع تطرف أو فكر خبيث، نحن بلد أمن وسلام، بلد ثقافة، بلد حضارة يمتد تاريخها لأكثر من 7000 عام، لنا رصيد كبير جدا في العمل الدولي والعمل المحلي نفخر به بين الشعوب، والآن جاء دور الشباب، وزي ما بيقول الشاعر العراقي: وهدى التجارب في الشيوخ وإنما أمل البلاد يكون في شبانها. دايما بنكتسب الخبرة من القيادات السياسية اللي موجودة وابتدينا نشتغل كشباب فعلا، في شباب متطوعين مش برنامج رئاسي خالص، شباب متطوعين فعلا بمجهودهم دون أي مقابل في مختلف الوزارات، بدافع وطني بحت، بدافع وطني إن هم عاوزين يخدموا البلد دي، لأنهم مقتنعين إنه البلد فعلا قادرة إن هي تقوم من كبوتها وقادرة إن هي تتحسن اقتصاديا. بنشوف تنمية كبيرة جدا في قطاع البترول، بنشوف آبار جديدة بتكتشف على يد سيادة الوزير طارق الملا، بنشوف حقل زهر، بنشوف حقل نورس، بنشوف حقل الخلالة بالدلتا، بوسط الدلتا، حقول مبشرة بالخير. يمكن على عام 2018 نوقف استيراد الغاز من الخارج ونبدأ نكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي، الحقول يعني تحتوي على كميات مهولة من الغاز الطبيعي، خير قادم إلى مصر. يمكن السيد الرئيس في خلال العام القادم هيفتتح تلك الحقول، حقول مبشرة يعني تبعث في قلوب المواطنين نفسهم التفاؤل انه في فعلا نهضه جايه، في اقتصاد بيقوم، بس احنا نقرر احنا نبدا نشتغل وما نبداش نبص احنا على الاحباطات او احنا مقصرين في ايه، نركز شويه على الايجابيات، لانه عامل المعنويه او عامل المعنوي مهم جدا بالنسبه للشباب وللشعب عموما في الفتره اللي جايه. الشعب اثبت ان هو يثق في القياده السياسيه ويثق في القرارات اللي بتتم، يمكن تحمل كثيرا الفتره اللي فاتت للنهوض بالعمليه الاقتصاديه، يمكن الرئيس اقدم على حلول جذريه صعب جدا انه اي قياده سياسيه تقدر تتخذها او تتحمل عواقبها، ولكن الشعب مدرك اهميه المرحله واهميه دوره في الدفاع عن تلك البلد وعن واجبه الوطني والانتماء، يمكن تحمل كثيرا مع السيد الرئيس، هو ده البطل الحقيقي فعلا في قصة نهوض مصر وفي تاريخ مصر، هو الشعب المصري. طيب، أيضا في رسالة من الناحية الأمنية، أيضا موضوع مثل ما تحدثنا عن موضوع أن تقام في شرم الشيخ وفي سيناء التي يحاول الإرهابيون تصدير صورة لها أنها غير مستقرة، يعني كيف يدعم هذا المؤتمر صورة الاستقرار مثل ما تحدثت، خاصة وأنه ينطلق من سيناء ذاتها؟
من وسط المدينة التي يقولون عنها أنها منبع إرهاب، تقام فعاليات منتدى شباب العالم بمشاركة 3000 مشارك و114 دولة من مختلف الجنسيات على نفس الأرض، آمنين مطمئنين يمكن متفائلين جدا بالمنتدى. دي رسالة قوية جدا لكل الدول اللي بتحاول تصدر صورة للمجتمعات الغربية أنه سيناء بؤرة إرهاب. لا، سيناء بيتم فيها تنمية حقيقية، والسيد الرئيس مهتم بذلك الجانب. ويمكن اختيار شرم الشيخ أنه هو يكون مكان منتدى شباب العالم نقطة مهمة جدا، ورسالة واضحة لجميع بلدان العالم أن ما يصدر إليهم في الإعلام أو في القنوات المسيئة للشعب المصري والمسيئة للدولة المصرية غير حقيقي بالمرة، بدليل إقامة منتدى شباب العالم. طيب، أيضا على مستوى الشق يعني السياحي مثل ما تحدثنا سابقا، يعني دوركم كشباب أيضا في هذه المسألة في عملية زيادة الاستثمار وجذب الاستثمارات للداخل المصري، هل هناك دور يمكن أن يقوم به الشباب المصري في هذا المجال؟ طبعا شباب، يعني الشباب يعني أهم دور بيقوم به الشباب الفترة اللي جاية التعاون الخارجي ما بين مصر وما بين الدول الأوروبية وكمان الدول العربية. يمكن شباب تحيا مصر ليهم دور في عودة السياحة، سواء الروسية كمان، وسواء عندنا وفد أسباني هنستقبله قريب وهنعمله برنامج زيارة وزيارات لمختلف الجامعات المصرية الحكومية، وهيكون باستقباله يمكن بيقوم بجهد مشكور جدا الدكتور محمد بسيوني رئيس شباب تحيا مصر، بيعمل دوليا على شق مهم جدا وهو عودة السياحة، وبيقوم بدور مهم جدا بحييه من خلال البرنامج. والهيكل الإداري كله عندنا مكتب دولي ترأسه هنا السيد، تقوم باستقبال الوفود، وفي لجان تقوم بإعداد البرامج السياحية اللي بنقوم بيها للوفود الغربية اللي بنستقبلها، وعندنا مكاتب مركزية. المكتب الفني يقوم بدور مهم للغاية في التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات السياحية لتسهيل مهمة وجود تلك الوفود، ويرأسه المكتب الفني عمر إناوي. عندنا شخصيات جميلة جدا وشباب طموح وشباب فعلا. طيب باشمهندس، هنستقبل هذا الاتصال. معنا رندا موسى أحد شباب البرنامج الرئاسي معنا من شرم الشيخ. نرحب بك في البداية سيدة رندا. أهلا بحضرتك سيدة رندا. كيف تنظرون إلى أهمية هذا المنتدى في هذا التوقيت وأهمية المشاركة فيه؟ طبعا ان احنا محتاجين نعمل حوارات مع جميع الثقافات وجميع الشباب في كل العالم. احنا بدأنا هنا المؤتمرات من حوالي سنة مع الشباب المصري كله، وتيجي فكرة المؤتمر انها جت من احد الشباب مننا، وان السيد الرئيس طبعا استجاب لهذه الفكرة على طول. بقالنا تقريبا 4 شهور بننظم للمؤتمر، فاحنا سعداء جدا ان بيكون في اكتر تقريبا حوالي 80 بلد مشاركه معانا في هذا المؤتمر. طيب، ايه هي اهم الرسائل التي تستهدفون ارسالها الى الخارج والى شباب العالم من خلال فكره هذا المنتدى؟ استاذه رندا، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعود للمهندس طاهر أبو زيد. باشمهندس، يعني إيه هي الرسالة اللي ممكن ترسل للشباب المصري في هذا التوقيت من خلال هذا المنتدى، وأيضا الرسالة التي يمكن أن يرسلها الشباب المصري للخارج وشباب العالم؟ بالنسبة للرسالة اللي ممكن يرسلها المنتدى للشباب المصري، يمكن هي نفس الرسالة اللي بترسل إليه من خلال الأربع مؤتمرات السابقة، إنه الدولة فعلا محتاجانا دلوقتي، والدولة فعلا بتبص لينا بجانب من الاهتمام. لازم نبدأ نشتغل، لازم نبدأ نطور من نفسنا، لازم نبدأ يعني نشعر بقيمة العمل التطوعي. يمكن شباب تحيا مصر كل القائمين عليها عمل تطوعي بالمرة في العمل العام والعمل التطوعي وفي مختلف الوزارات والخدمات كمان اللي بتقدم للمواطن وللشباب، عملات يعني حملات تطوعية وعمل تطوعي بالمرة.
قدرنا نجمع نفسنا من مختلف المحافظات، مش من محافظة واحدة. عندنا هياكل على مستوى الجمهورية من اسكندرية لأسوان، شغالين شغل كويس جدا، شغالين بمبادرات هائلة للشباب، ومن توظيف وتأهيل نفسي وتأهيل مهني وتدريب كمان للشباب الجامعي على مختلف تخصصاتهم. نتمنى ان احنا نبذل اكثر من الجهد في الحفاظ على الهوية التطوعية والهوية المصرية ما بيننا، والانتماء كمان للوطن، لأنه في شباب كتير جدا الفترة السابقة فقد الهوية الوطنية وبدأ يرسل برسائل يعني تحطم من النفسيات للشباب المقبل على العمل التطوعي أو العمل العام. احنا بنحاول نشتغل على إعادة التأهيل وإعادة روح الانتماء والوطنية لمختلف الشباب. طيب، فكرة نماذج المحاكاة اللي تحدثنا عنها ازاي بتجد مردودها لدى الشباب؟ يعني مردودها ايه لدى الشباب، فكرة الأمم المتحدة ونماذج المحاكاة المختلفة؟ تواجد الشباب المصري في مختلف مع مختلف الجنسيات ومختلف الثقافات ده بيكسبه نوع من الخبرة الكويسة جدا، بيشوف ثقافات مختلفة قدامه، هو بينبهر انه في طريقة فكر مختلفة، في طريقة ثقافة مختلفة، في أفكار يمكن ما فكرش فيها قبل كده، فبيبدا ياخد تبادل الخبرات مهم جدا، بيبدا ياخد خبرات تاهله بعد كده ان هو يقدر يشتغل في المجال اللي هو حابب يشتغل فيه، سواء كان نموذج المحاكاه افريقي او نموذج المحاكاه للامم المتحده، بيشوف بعينه ازاي بيتم صنع القرار في مجلس الامن وفي نموذج الامم المتحده، الامم المتحده بتشتغل ازاي، الدول نفسها بتفكر ازاي، بيبدا بيبقى على درايه سياسيه وثقافية بالدول والمنظمات اللي دايما بيسمع عنها وما يعرفش عنها حاجة. لا، دلوقتي في إشراك حقيقي بدوره في نماذج المحاكاة المختلفة. طب باشمهندس، في رسالة أخيرة ممكن ترسلها إلى القائمين على المنتدى قبل ساعات قليلة من انطلاقه وأيضا المشاركين فيه؟ أتمنى أنه يكون منتدى شباب العالم ناجح، وأتمنى أنه يكون مردوده الدولي إيجابي، ده شيء يدينا الفخر طبعا. وأنا فخور جدا بالشباب، البرنامج الرئاسي المشارك في تنظيم منتدى شباب العالم، قد ايه هم بيحبوا بعض، قد ايه هم كلهم ايد واحده، قد ايه هم خليه نحل فعلا ما بيناموش. يمكن انا شفت ده وليا اصدقائي من شباب البرنامج الرئاسي شغالين على ده بطريقه هايله جدا. اتمنى ان مجهودهم يكلل بالنجاح، واتمنى ان منتدى شباب العالم ان شاء الله يكون ليه استمراريه، وكمان يكون ليه استمراريه في مختلف الدول العربيه قبل الاجنبيه. لابد ان تعود مصر كما انها موجوده دلوقتي في حضن الوطن العربي، وتقوم بالرياده مجددا. احنا دلوقتي حطينا خطوه على الطريق ولازم نكمل ان شاء الله. البلد دي هتكون قد الدنيا باذن الله. نعم، عده خطوات. المهندس طاهر ابو زيد، رئيس المكتب الاعلامي لشباب تحيا مصر، بنشكرك شكرا جزيلا على انضمامك الينا خلال هذه التغطيه. اشكرك. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في هذه التغطية، ولكن فاصل قصير نواصل بعده هذه التغطية.